السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله ألقاكم في أتمم الصحة والعافية بحول الله. كما تعودنا أن نتكلم على موضوع إصابة حمزة مومبيبي، وكما قلت وكما ذكرت سابقا أخوتي أن هذه الإصابة فهي ما كترحمش بعضياتها أصلا، يعني بعضياتهم شيكي قربشي. وآخر الأخبار أخوتي هو عائشة عياش كتعترف بالصديقة ديالها اللي هي صوفيا بن يحيى. هاد صوفيا بن يحيى اللي كتعمل مصممة أزياء بالإمارات المتحدة العربية، يعني بمعيتها كانوا صحاب وكانوا ديما أي حاجة كتقاسموها بعضياتهم. وهنا كتجي اللحظة اللي كتعترف هاد عائشة عياش وأسامة العجمي كيعترفوا رسميا بهذه السيدة صوفيا. لي السلطات المغربية قامت اليوم باستدعاء هذه السيدة إلى الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء. وهنا كانت مفاجأة أخوتي، المغنية كيقوموا باستدعاء ديالها فورا، وهذا دليل على يعني المغنية يعني عندها نصيب وعندها اتهام الأكبر في هذا الحساب. قصد يعني مواجهة هاد السيدة صوفيا، يعني لأن عائشة عياش لما خبراتهم يعني ما قدرش تصبر، والتحقيقات ضغطوا بزاف عليها على أساس باش يكون واحد تخفيف. إلى ما كانش الاعترافات كاملة سوف تكون يعني العقوبة أشد على هاد عائشة عياش. بعد ما اعترفت ويني وبينت لهم ووضحت لهم أن الصديقة ديالها الحميمية هذيك صوفيا بن يحيى هي متورطة في هذا الحساب، وهنا فين تصلوا مباشرة بعد هذا التصريح تصلوا بهذه المغنية يعني على وجه الاستعجال إلى مكتب الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء قصد إكمال التحقيقات. إلى الشخوتي هاد العصابة يعني كما ذكرت ما كترحمش بعضياتها، واحد كيجر واحد. ومازال وانا عندي يقين ان هاد صوفيا من يحيى هاد السيدة اللي جابوها من يعني من مدينة طنجة وجوها مباشرة الى الدار البيضاء قصد التحقيقات، هاد السيدة عندي يقين انها غتجر عدد كبير من المتهمين، لان هادشي كامل لصالحها باش تدافع على راسها وتدافع على التهمة اللي وجهوها لها. وحتى ديك المعلومات اللي كما اعترفت بها عائشة عياش فهاد صوفيا غتعترف مجموعة من الحقائق ضد هاد عائشة عياش، وغتكون شي مفاجأة أخوتي خطيرة بزاف. وهادشي كامل هاد عائشة عياش اللي قامت بالاعتراف بهاد الصديقة كيصب في إطار يعني التجار بالبشر. كانوا الجوج كيتاجروا بعضياتهم على أساس كيجيبوا البنات من المغرب من بلادنا الحبيب وكيتاجروا بهم في الدول الخليجية قصد مبالغ يعني مقابل مبالغ طائلة باش ديك الخليجيين يستغلوا هاد الفتيات، وديك المبالغ يقسمون بعضياتهم. وهادشي كامل هو داخل في إطار هذا الحساب حمزة مومبيبي. كما ذكرنا سابقا أن حمزة مومبيبي هذا الحساب عنده قنوات متفرعة بما في ذلك يعني تجار بالبشر، دعارة، نشر الصور الأكاذيب، يعني انتقامات، الحقد. هادشي كامل سوف يتم التحليل ديالو، لان كنا احنا في واحد الجانب واحد اللي هو اخذ صور يعني نشر الاكاذيب نشر الفيديوهات. دابا ولات عقوبه يعني ولات تهمه خطيره بزاف اخوتي. وهنا في القانون ما غير حمش هاد الاصابه، لان هادشي في غايه الخطوره، لانه كيمثل واحد النظره خايبة على البلاد ديالنا، لأن احنا المغرب يعني
عطاو واحد النظره مشوهه على اساس ان احنا البلد يعني بلد سياحه، سياحه في الدعاره. هادشي اللي حيت كنا كنسمعوا سابقا يعني القنوات العالميه والقنوات العربيه والمسائل كانوا ديما كيذكروا ان المغرب يعني بلد السياحه الدعاره، يعني السياحه يعني الناس كيجيو يعني المغرب الا من اجل الدعاره ومن اجل وكثير من الاشياء باش يقوموا بهذه الاعمال. هنا كيتبان يعني هل العصابه، هل المجموعه اللي متخصصه، وها راس الحربه اللي كيقوموا بها على اساس باش ينشروا هاد الاشياء الدنيئه يعني في العالم العربي وحتى في العالم الغربي، يعني في العالم كأسره. يعني هما عندهم هدف واحد، الا المبالغ الماليه، الا التجار، الا جمع الثروه، هادشي كامل. الحرام ما كيطولش، الحرام ما كيطولش اخوتي، الحرام ديما كيبقى حتى كيشوه مولاه، اما كيتصاب يعني بالاعاقه، اما الحادثه، اما شي مصيبه كتسلط عليه الله. وحنا ما بغيناش لبلادنا هادشي كامل، بغينا بلادنا يعني ديك الصوره. حنا اصلا المغرب بلد محافظ بمعنى هذه الكلمه، فقله اليد هي اللي كتخلي هاد الناس اللي كيشوشروا على البنات البنات المغرب يعني ويطمعون بالاموال، لان كاين مشكل ديال الفقر. من يعني من ما نقدروش يعني نتناساو هذا الموضوع ديال الفقر، وانما باش يستغلوا هاد الفتيات مقابل الدعارة في الدول العربية والخليج خاصة. فهذا يعني كان يعني كان عارضه معارضة وما خصناش يكون أصلا في بلادنا، أنه كيشوه البلاد ديالنا كاملة. إن شاء الله الفرقة الوطنية راه عاملة التحرية ديالها، وهادشي كامل لصالح هاد القضية باش نزيدو نعرفو الحقائق كتيرة كتيرة. دابا حنا شنا يعني التجار يعني في يعني الدعارة، ومن بعد غنلقاو شي حاجة أكثر. الله يستر، الله يحفظ. إلا ما قلنا يعني المخدرات، حنا ما بغيناش نزيد هاد الملف يزيد يعني تزيد تهمة أخرى لا قدر الله. وحنا كنتمناو الإنصاف هاد الضحايا اللي تعرضوا يعني الهجوم من طرف هذه العصابه. وكما قلت يعني كود بين والعلبه السوداء راه عند هاد الشوج، يعني هادك عائشه هياش واسامه العجمي اللي كنظن 100% هما اللي قاموا ب يعني باعطاء يعني المعلومات عن هاد صوفيا، اعطوا هاد المعلومات يعني. وبقات الفرق الوطنية يعني بقات متبعة هذه السيدة حتى وصلت إلى مدينة طنجة، وبالفعل تم القبض عليها وإرسالها إلى مدينة الدار البيضاء. إن شاء الله مسار التحقيقات يمشي في الطريق الصحيح، وإن شاء الله يعني هذيك سميتو كما قلت المغنيه اللي كانت هدات اليوتيوبرز، هما الدعاوي ديال اليوتيوبرز هما صدقوا لك، هما خرجوا لك الدعاوي ديال اليوتيوبرز هما خرجوا لك. وحنا بغينا نعرفوا الحقيقه، وان شاء الله حنا عندنا الثقه التامه في المحكمه المغربيه باش تاخذ الحق جميع الناس اللي تضروا واللي تخات لهم الحق ديالهم، اللي مازال كيعانيوا كأنه أزمات. هناك شكايات عديدة بزاف كت يعني كتوصل الفرقة الوطنية بمدينة مراكش، وما زالت تحليلات يعني شحال من ملف واضعينه، يعني ملف ديال حمزة مومبيبي عنده شكايات أكثر من 100 شكاية وأكثر كاع. هادشي كامل من هاد الفكرة الجهنمية الشيطانية اللي قاموا بها، وبقاو مخدامين في اليوتيوب وينشروا يضحكوا على هذا ويضحكوا على هذا. هالنتيجة ها فين وصلتوا، ها ان شاء الله فين يعني فين غتحكموا وغتفكروا مزيان يعني ديك الايام العصيبه اللي غدوزوها بالسجن.
غتقولوا كنا حنا زايغين وعملنا هادشي بدون شعور، وغتندموا بزاف بزاف ان شاء الله. كما ذكرت عندنا الثقة التامة في المحكمة ديالنا، المحكمة المغربية، هادشي كامل لصالح يعني انصاف الناس اللي ظلموا في هذه القضية. إن شاء الله ألقاكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.